السلام عليكم مرة تانية، بس نزل شغلي وبين شغلي على التلفزيون. أنا مستعد، أي إنسان بيجيب لي ورقة عند الدولة اللبنانية يا خيي، بس واحد يتوقف بسرقة ما بده يتلو، طلع أخلاق سبيل منها، ما بده يكون في فيشي لقالهم هو حرامي. طيب أنا قبله ثبتوا هذا الإثبات أنه أنا حرامي؟ طب أنا هلا بعمل رئيس الجمهورية حرامي؟ معلش جعجع معروف شو هو كان قبل، قاتل قتلة، هلا شو جعجع؟ قصة كلها فلان وعلتان وكذا وكذا، وكل المسائل اللبنانية اللي عاملين حالهم شرفة ما برقبتهم قتلة وسرقوا ونهبوا. اثبتوا لي انه انا حرامي، انا مش حرامي، وفشر اللي بده يقول عني حرامي. انا كنت ساعد العالم، انا اسمي حسين عواري من بيروت، ووقفت مع العالم اللي هلا هي ضدي واقفه معي، وقدمت دمي وتعورت وفت على الحبس كذا مره من وراهم، ما فتت من ورا السرقه ورا المخدرات، لا. قلت لكم انا اي واحد بفوت على الدوله اللبنانيه ببين معه انه ببين معكم انه هو له فيشه، انه حرامي، بيع مخدرات، ببيع مخدرات. ما عليه، ما بدي احكي وسمي وقول مين واعطيكم وثائق مين قتل وطلع من الحبس، او مين قتل وما فات على الحبس، او مين ببيع مخدرات ببربور، ومين ببيع مخدرات بنويره، ومين حاميهم وقدام مين. روحوا اسالوا، روحوا انتوا شوفوا يا اليو تي في اللي عم تحكي اللي بده يجي لها هيك امور، خليها تروح تشوف مين هي بتبيع مخدرات ومين حاميهم، ان كانوا سنه او ان كانوا شيعه. حسين عواري منه حرامي ولا بيع مخدرات. حسين عواري لو حرامي بيع مخدرات كان صار معه مصاري من زمان، من زمان. لا مش انا اللي هيك، ولا انا اللي قتلته لو صار مبلغ، لانه انا ما شفت شي حدا قدامي وقع او فات رصاصه فيه، لانه انا ما بقتل ولا بقتل ولا بقتل نفس. انا اذا رحت اتصيدت ما بطلع ما بطلع عصفور، بدي اقتل نفس. ليه؟ شو عامل الزلمة؟ وانا بيعرفني مثل ما عنده اولاد، هو انا عندي اولاد كمان، الله يرحمه ويرحم اطرابه ويصبر اهله. يا جماعة انا واقف بمحل الغلط، انا ما قتلت لكم ابنكم، وانا ما بعرف ابنكم، وانا مني حرامي ومني تاجر مخدرات، وما اغتصبت ورجعت تجوزت، لا. كل العالم بتعرفني انا العرض عندي ايه شو، هذا الحكي مش مزبوط. وانا برجع بقلكم، اذا بتلمسوا بايدكم انتو يا اهل الشهيد انه حسين عواري هو اللي قاتل ابنكم، عيب على شرفي، عيب على شرفي. قاتل ابنكم وبيعرف ابنكم هو قتله، عيب على شرفي. حبس معفون، ومطرح ما انا ما بياخذوني الا ميت، بس بقدم دمي لسرميتكم انتو، لسرمية اولاد الشهيد، اكتر من هيك ما عندي. وبرجع بقلكم بلا ما افضح، ما بقى حدا ينزل علي شيء ويبعت شيء لنيو تي في. يا نيو تي في انت يا نيو تي في، ما تعملوا من الحبة قبة، اتركوا العالم بهمها، اتركوا مصيبتي انا اللي وقعت فيها اخلص منها، واتركوا مصيبة الشهيد واهل الشهيد، حرام عليكم. فوتوا نسواني على الحبس وبهدلتوهم وفتوا معكم وفعهم بمواضيع، قلنا ما عليه حقهم، بس طلع بالقانون اللبناني ما لكم حق توقفوا نسواني انتوا. وقفتوا نسواني، بس انا نسواني سرميتهم اشرف من راسكم وراس اللي خلفكم. كل واحد بده يحكي كلمه عني وعن مرتي وعن مرتي، سمعتوا او ما سمعتوا؟ روح اسالوا حسين عواري اللي كان يدافع عن المسكين، اللي كان يشوف حدا عم يضرب حدا مسكين يدافع عنه. حسين عواري منه قاتل، وحسين عواري منه وسيخ. وبدي مسج للدكتور حسين عواري، يا كلب انت، يا كلب وقت يا كلب هجموا عليك حسب الله بشاموني، يا كلب. وما قلت لي انا اتصلت فيني وهجموا علي حزب الله، بمين اتصلت يا كلب؟ ما اتصلت فيني انت يا دكتور الكلب، انت دكتور بيطري، دكتور بيطري اهم منك والكلب. بس انا عارجع على لبنان، وكل واحد جاب سيرتي بالعاطل الله يسر لي الحق، عارجع على لبنان، كل واحد جاب سيرتي بالعاطل رح خليه يندم ليوم الندام. لا بقتل انا ولا بده، بس رح خليه يندم، رح خليه يسب الساعه اللي حكى عني فيها. فبتمنى من كل واحد يتركني بهمي، ما حدا بقى يجيب سيرتي ويفوت بمواضيع. وهيدا الفيديو برجع باكد، هيدا الفيديو قديم وكل العالم بتقوص. هلا كان عم يحكي السيد حسن وقوصت كل العالم، وقبل كان عم يحكي سعد الحريري وقوصت كل العالم،
ليه ما رحتوا جبتوه؟ وقفتوا مرتي على المحكمة العسكرية لأنه في فيلم أنا وبسوريا قوص الضرب واحد ما عم يضربوا كذايب بسبعة. روح عليهم بس لأنهم محميين. حسين عواري الله الحميه، ما بده حدا يحميه، ما بده حدا يحميه إلا الله اللي حميه. بس أخبركم خبرية أخرانية، ما بقى حدا يحكي عني شيء عسى ما أفضح العالم كله، لأنه عندي أسرار كتير قوية. فهمتوا أو ما فهمتوا؟ آخر شيء الله يرحم ترابك يا وسام بلاق، والله واللي اسمه الله أنا ما بعرفك ولا بحياتي شفتك، اللي أنت مزبوط مشهور على التلفزيون بس ما بعرفك ولا أنا قتلتك ولا بعرف شيء عنك. والله يصبر أمك وبيك. وبرجع بقلكم عم ياخدوها هي طائفية سني شيعي، أنا حسين هواري سني من بيروت مع المقاومة مع 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 وضد كل واحد ضد المقاومة. برجع بقولها بس أنا ما بغير المنهج ده، لو كان في كم واحد مش منيح بحقي مع اللي كنت معهم، لأنه أنا لاحق منهج أهل البيت وأهل البيت للسنة والشيعة. ما بحب أقول لكم أكثر من هيك وسامحوني، وفي الله فوق العدل تعرى الدنيا منه صح، عدل رب العالمين هو الصح. إذا لكم حق عندي رب العالمين بياخذكم حقي، وأنتم بتعرفوا هذا رب العالمين قايلها، القاتل يقتل له بعد حين، وأنا مني قاتل ابنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.